بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا في كل مكان اينما كنتم، هذا هو امامكم الشوط الخامس بوكارو، بداية الجولة الثانية، وهنا اليوم اشواط للثنايا لابناء القبائل في هذه الفترة الصباحية، في هذا الصباح الجميل، في هذه الاجواء الجميلة، مشاهدينا الاجواء الرياضية بكل معنى الكلمة، نتابع عبر ابو ظبي الرياضية على الهواء مباشرة من عاصمة الميادين، لكم أجمل تحية لكل العشاق وكل المحبين لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نعود للشوط لكي هناك نتابع معكم المراكز المتقدمة في هذه الانطلاقة الجميلة. نعود والمركز الأول من الجانب الآخر الشاهينية، مملوك للسيد سويد سعيد بن سويد بن زايد المنصوري، التي انتزعت المركز الاول، ولكن تدخلات مبكرة وضغوطات في الشوط من البداية، هذا ما يدل على قوة هذه البكار المشاركة. نعود ونتابع المركز الاول، هناك التي تدخلت في هذه اللحظات ناصية للسيد خليفة بن محمد بن زهرة الخيالي، انتقلت الى الصدارة. المركز الثاني بجواره تماما، هناك مشاهدي الاعزاء طيرة، الطيرة للسيد محمد بن غانم بن حمودة الظاهري، مع هذا الشعار الاقتصادي، شعار قوم بن حمودة، شعار ايضا له صولاته وله جولاته. من الجانب الاخر شعار سويد بن قشمان المنصوري، مع الاداء الجميل من الناحية الاخرى مع الشاهينية التي وصلت من عمق الميدان، هناك الدرعية مملوكة لفهد بن طالب، هناك بن شريم المري التي انتقلت وانتقلت نقلة جميلة، هذا الشعار الجميل، شعار ايضا من شريم الذي يعرف الكثير من الانجازات، بينما نتابع معكم الشعار الذي تدخل في هذه اللحظات والقدوم الاخر والانتقال من الجانب الاخر مشاهدينا، التي وصلت في هذه اللحظات وكما ذكرنا شاهينية لسعيد بن سويد بن زايد المنصوري. من الجانب الآخر أيضا شعار الساد التي وصلت، شعار بالشرقي التي وصلت واحتلت المركز، التي وصلت في هذه اللحظات، نعم هي العزرة للسيد سالم بن محمد بالشرقي العامري، الشعار المعروف مشاهدينا لقوم بالشرقي واللي قادم من ميدان السادة. نعود وانتهي معكم الشاهينية للسيد عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري، كذلك دخولها ايضا قوي للقائمة مع شعار جميل التي وصلت هناك الشاهينية، والشاهينية للدكتور احمد بن سعيد الرميفي التي وصلت في هذه اللحظات وانتقلت، الله على هذا الشعار الذي انجز الكثير ودخل بقوه في هذا الموسم ليكون متواجدا تواجدا ملحوظا حفل الكريم داخل الدوله وخارجها. نعود ونتابع معكم الاداء، ونتابع معكم هناك اللقطه القادمه، اللقطه القادمه من قبل جباره مملوكه لحارب بن محمد بن احمد الكتبي، التي وصلت بقوه لتكون متواجده مشاهدينا. نعود ونتابع معكم شعار بن كليب اللي قادم مع ريام سالم بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي، مشاهدينا ايضا اداء جميل للقايه هناك والاداء جميل يا ابو سيف. نعود ونتابع الاداء من المركز العاشر التي وصلت من الناحيه الاخرى، مشكوره وانت مشكور ابو راشد، عمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي، كما تابعنا معكم النداء الاول لهذه المراكز المتقدمه الاولى. مشاهدينا نحن في هذه الاجواء الجميله وفي هذه اللحظات، نعود للشعار اللي في المقدمه، شعار بن شريم الذي ايضا هناك فيصل، مشاهدينا الاعزاء نعود مع فهد بن طالب بن شريم المري، مشاهدينا مع المركز الاول ومع الصداره ومع الدرعيه التي قادت الشوط وانتقلت، وهذا الشعار لا يستهان به مشاهدينا في انطلاقاتها وفي قدومها للمراكز المتقدمه. هناك الشعار عن صيحه واصل سويد بن قشمار المنصوري، الله يا سلام، صبح بالخير ايضا ابو زايد على هذا الاداء الجميل. نعود ونتابع معكم المركز الثاني، المركز الثاني هناك ناصيه لخليفه بن محمد بن زاهر
الحارة الخيالي مشاهدينا التي متواجدة بإشعار لا يقل خطورة دائما مع الأداء المميز. نعود وننتقل معكم مع الشعار الاقتصادي اللي قادم ليكون متواجدا في كل أيضا وقت وفي كل حين مشاهدينا من خلال مشاركة الطيرة، والطيرة مملوكة لأحد الشباب محمد بن غانم بن حمودة الظاهري، انتقلت إلى المركز الرابع. النقلة القادمة والانتقال القادم مشاهدينا مع مخرجنا الجميل، هناك أيضا وصول من قبل جبارة لحارب بن محمد بن حمد الكتبي، وصلت واحتلت المركز الخامس، بينما دخول وقدوم من الشاهينية التي تحمل الرقم واحد كما شاهدنا. هذا الشعار انتقل في أول شوط مشاهدينا بتوقيت مميز للدكتور أحمد بن سعيد بن أحمد الرميذي الذي أيضا وصل في هذه اللحظات إلى المركز مشاهدينا الخامس، مشاهدينا المركز السادس. المركز السابع وصل شعار بن كليب ليكون متواجدا بمشاركة الريام سالم بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي، بينما وصول آخر وقدوم من قبل بن صوغان. بن صوغان وصولها قدوم مشاهدينا ما شاء الله. هناك محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، القدوم جميل الشعر والأداء مميز، والسلالة الصوغانية ماركة تعرف طريق للنهاية الجميلة. نعود ونتابع معكم مشاهدينا، هناك أيضا شعار بن زيتون اللي وصولاته وجولاته عبيد بن عتيق بن زيتون المهيري متواجد أيضا مشاهدينا الأعزاء، وبينما نتابع معكم شعار ميدان الساد الذي قدم يمثل هذا أيضا. هناك ميدان الساد بقوة هنا اليوم في عاصمة الميادين من خلال مشاركة العذرة، وهذا الاسم الجميل، الاسم اللي صايل وجايل ويذكرنا بهذا الاسم الذي سجل حروفه من ذهب، العذرة لسيد سالم بن محمد بالشرقي العامري. دخول وانتقال من شعار بن سبت اللي قادم من ميدان رماح للمشاركة القوية، مع مشكورة لعمر بن راشد بن محمد بن سبت الخيلي في المركز التاسع، بينما المركز العاشر هناك مياسة وصلت بقوة أيضا مع الشعار الاقتصادي لمحمد بن فرج بن علي بن حمودة الظاهري. هذه الأسامي وهذه أيضا البكار أمامكم، وانت لكم أيضا المتابعة عبر شاشة أبو ظبي الرياضية على الهواء مباشرة، أيضا لكم الحكم بهذه الانتقالات، ولكم أيضا المتابعة المستمرة والتشجيع كما تحبون. نعود ونتابع معكم مشاهدينا الصدارة والمقدمة والمركز الأول، وراعم صيحة هناك قاد الشوط، الله يا سويد يا بن زايد يا بن قشمان يا المنصوري مع الشاهينية، سلالة جميلة وسلالة ماركة، ولكن هناك شعار بن زهرة بدأ يتدخل يا شباب، والتوقيت مهم، ولكن البكار كلها سبق مشاهدينا في كل وقت وكل حين تأتي أيضا وتغيير مراكز. ناصية وهذه السلالة المعروفة سلالة المختبر، وناصية أيضا هذه السلالات والمختبر يعرف طريق للصدارة الجميلة، وهذا هو أيضا سلالة ناصية مع خليفة بن محمد بن زهرة الخيلي، الله يا السلام. بينما وصلت من الجانب جبارة بكبرى أيضا واصلة، وحارب بن محمد بن حمد الاكتبي أيضا قدم جبارة، ولكن هناك بن حمودة يقدم لنا أحلى أيضا أداء مع الطيرة. الطيرة مشاهدينا تذكرنا باسم صايل وجائلة، الطيرة مشاهدينا الأعزاء بأيضا هذه الشعارات الجميلة، وهنا شعار محمد بن غانم بن حمودة الظاهري، وصول وقدوم من شعار بن شريم كذلك متواجد في صلب المعمعة وفي المعركة، ومتى ما طلب منه هو جاهز. هذا الشعار أيضا كما نعرف فهد بن طالب بن محمد بن شريم المري. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم نتواصل من خلال هذا الشوط، ونتواصل من خلال هذا الأداء الجميل. هناك الدخول من شعار بن كليب مشاهدي الأعزاء الذي وصل وانتقل إلى المركز هناك الثامن، أريام سالم بن سيف بن كليب الاكتبي، ولكن شعار أيضا بن جمهور وصل، شعار بالحبابي وصل، شعار محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي بن صوغان وصل الشاعر ليكون متواجدا في هذه الأشواط القوية، شواط الثنايا، وشعار بن سبت عمر بن راشد بن سبت الخيلي شعار أيضا صايل وجايل. هناك شعار الذي وصل شعار أيضا ميدان السادة اللي قادم بقوة، الله يا بالشرقي مع العذرة، وسالم بن محمد بالشرقي العامري، الله بن زيتون قادم كذلك اللي بيحرك يا شباب.
اللي بيحرك اشوف الشوت جرر مصيح هناك بن قشمان سويد بن قشمان المنصوري. الله يا ابو محمد الله الاداء الله يا سلام. ونشوف ونتابع ونشوف الاداء الجميل والمقدمه مشاهدينا المقدمه ذهبت مع بن زهره. بن زهره قاد الصداره الله يا سلام يا سلام ووصل بقوه هناك يا بن زهره مع هذا الاداء الجميل مع ناصيه ناصي السبق والناموس خليفة محمد بن زهره. شعار الاقتصادي واصل والعلامه التجاريه لابن حمود ايضا واصله بقوه من الجانب الدولي. هنا جبار هنا مشاهدي الاعزاء كما ذكرناه الطيره محمد بن غانم بن حموده بن كليب وصل. الشوط بدات تزداد ترتفع حرارته بدات تزداد قوته. يلا يا شباب بن كليب وصل بن شريم وصل الاحبابي بن مصلح وصل هناك ايضا وصل في المركز بن حارب حارب بن محمد وصل ايضا وصل بن شرقي. الشوط بدات ترتفع درجه حرارته واقتربنا ما صدرت الاوامر. روح يا سعيد بن سويد بن قشمان المنصوري يقود الشوط كالعاده. بدينا بالانطلاق بدينا بالقوه بن زهره بدا ينطلق الله انطلق سويد انطلق وقادر بهذا الاداء الجميل مشاهدينا. عندما هناك صدرت اوامر طفيفه على الشاهينيه زادت من القوه زادت من السرعه. عند احتياط بن زهره حرك بن كليب حرك بن شرقي حرك هناك الاحبابي بن مصلح حرك الكل بدا يحرك مشاهدينا. الشوط الله بن كليب غادب بن كليب غادب الله بالمركز الثالث الريام سالم بن سيف بن كليب الاكتبي الله ولكن ما طاح راح مصيحه ما طاح يسلم سويد بن قشمان الله ولكن اللحظات الله ينطلق مشاهدينا ينطلق هو ممثل المدام الدايب مشاهدينا سالم بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي الله 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله. وصل ممثل الساد ليكونوا مع الشوط في هذا الاداء. تهانينا لبن الشرقي تهانينا لممثل الساد الدايم مشاهدينا بهذا الانطلاق الجميل مشاهدينا. بالشرقي حسم الاضواء مع العذره سالم بن محمد الشرقي العامري والمركز الثاني. وصل هناك وصلت اريام لسالم بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي المركز الثالث. المركز الثالث كان دخول من ناصيه لخليفه بن محمد بن زهر الخيلي. المركز الرابع وصول الشاهينيه لسويد بن زايد بن قشمان المنصوري. والمركز الخامس بن صوغان لمحمد بن حمد بن مصلح الاحبابي. التوقيت الزمني والاعاده للحركه البطيئه عبر ابو ظبي الرياضيه. لنبارك مشاهدينا للعذره ومبارك العذره سالم بن محمد بن الشرقي العامري ممثل الساده الدائم له التحيه مشاهدي الاعزاء بالشرقي. التوقيت 13 دقيقة 11 ثانية 8 أجزاء مصاحبة من الثانية. أما المركز الثاني كذلك شعار بن كليب الذي وصل مع أداء جميل سالم بن سيف بن علي بن كليب مع ريام 13 دقيقة give me coming number 2 please excuse me director 13 دقيقة 12 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. نهني سالم بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي بفوز ريام في المركز الثاني. المركز الثالث التي وصلت ايضا كامل نمبر 3 بليز. المركز الثالث 13 دقيقه 12 ثانيه و8 اجزاء من الثانيه التي وصلت كانت مشرت ناصيه لخليفه بن محمد بن زهره الخيلي والناموس للجميع.